بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نبدأ هذه الحلقة بسورة قاف. سورة قاف سورة مكية، وهي 45 آية، فهي سورة مكية بالإجماع. قال ابن عباس: إلا آية واحدة منها هي قول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فهي مدنية. إذن 44 آية منها نزلت بمكة، وآية واحدة نزلت بالمدينة، لأنها رد على أهل الكتاب، كما سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ بها في كل جمعة إذا خطب الناس. فهي سورة عظيمة تخاطب المجتمع الوثني، تخاطب أولئك الذين يؤمنون بتعدد الآلهة وينكرون البعث. بدأها الله سبحانه وتعالى بقاف، قال تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قاف، قرأ العامة قاف بسكون الفاء، وقرأ يعقوب قاف بكسرها، وقرأ البعض قاف بفتح القاف، وقد اختلف العلماء في معنى قاف. قال البعض: هو جبل محيط بالأرض، وقيل هو من أسماء الله، وأصحيح فيه أنه من فواتح السور التي هي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى به قاف والقرآن المجيد كما أقسم بالقرآن، والمقسوم عليه محذوف أي لتبعثن. قاف والقرآن المجيد، قاف قسم وعطف عليها كذلك القرآن، فقد أقسم بهما سبحانه وتعالى، وحذف المقسوم عليه أي لتبعثن. ولذلك قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، الخطاب هنا، الضمير هنا يرجع إلى الكفار، أي أن المشركين عجبوا من بعثة رسول منهم، وقيل الضمير يرجع إلى الكل، إلى المؤمنين والكافرين، ففرق الله سبحانه وتعالى بينهما فقال الكافرون هذا شيء عجيب. والعجيب هو ما يتعجب منه، والذي تعجبوا منه: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا ماتوا سيبعثون، فعجبوا من هذا واستنكروه. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، رجع أي رد، فالرجع في لغة العربي بمعنى الرد، لذلك رد بعيد. فهم كانوا ينكرون البعث ويزعمون أن الإنسان إذا مات انقطع، وأن ذلك آخر محطة من محطاته، فلا يؤمنون بالبعث. وقد أرسل الله الرسل لتبين للناس البعث، وأن الناس إذا ماتوا سيبعثون يوم القيامة
وتوزن أعمالهم ويمرون على الصراط ويتفرقون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من آمن واتقى كان من أهل الجنة، ومن كفر وعصى كان من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الملأ الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الآية، وهم الملأ من قريش من أمثال أمية بن خلف وأبي جهل، كانوا ينكرون البعث، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أما أخبر سبحانه وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تأكل منهم الأرض، فالأرض تأكل أجسام الموتى، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض تأكل ابن آدم إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيحين. وقد ثبت كذلك من أحاديث أخرى أن أجسام الأنبياء والشهداء محرمة على الأرض لا تأكلها، فالأنبياء والشهداء. وذكر بعض أهل العلم أن الصالحين كذلك، أن الأرض لا تأكل أجسامهم، وأما من سواهم فإن الأرض تأكل جسم الإنسان إذا دفن بها، فلا يبقى منه إلا عجب الذنب، فسيبقى حتى يأتي الحشر فينادى عليه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أعمال العباد. وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق، قيل هو القرآن وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في أمر مريج، مريج أي مختلطين. وقال البعض مريج بمعنى مضطرب، والمعنى متقارب، أي أنهم في مرج من أمرهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى ما كان أولى لهؤلاء بدل التكذيب والعناد والرد على الرسل ما أتوا به من الله سبحانه وتعالى. كان ينبغي لهم أن يتفكروا في مخلوقات الله العظام، وأن يدركوا حقيقة هذا الكون، وعندها سيتأكدون من صدق الرسل ويؤمنون بهم ويتبعونهم. فكان الأولى لهم أن ينظروا في ملكوت الله، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلم ينظروا إلى السماء، أي نظر تفكر واعتبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع السماء بغير عمد، فما أحد من العباد يدعي خلق السماء ولا رفعها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها ورفعها فوقنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وقد كان المجتمع الجاهلي يتعلق بالسماء لأنها مصدر المطر، وكانت ثروتهم ثروة حيوانية، فكانوا ينظرون إلى السماء لعلها أن تمطر، فإنهم يتعلقون بالمطر. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأولى لهم أن يتفكروا في خلق هذه السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بهذه النجوم، وما لها من فروج. الفروج جمع فرج وهو الشق، كما قال امرؤ القيس بن حجر: هذا نب مثل ذيل العروس تسد به فرجها من دبر، فهو الشق أي ما فيها من شقوق.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها، والله سبحانه وتعالى هو الذي مد الأرض وسواها حتى تكون صالحة للسكن عليها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي جبال، ولذلك في الآية الأخرى وجبال راسيات، والرواسي هي الجبال. وأنبتنا فيها من كل زوج، أي من كل نوع بهيج، أي حسن المنظر، يروق للعين إذا رأت. فكل ما في هذه الأرض من الجبال وما فيها من النباتات التي هي حسنة المنظر، ذلك من صنع الله سبحانه وتعالى. فكان الأولى للمكذبين أن ينظروا إلى هذه الأرض وإلى هذه السماء، وأن يتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى يسير في الأرض فينظروا كيف خلقها الله، وينظرون إلى السماء فيعتبرون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فهذا تبصرة وذكرى، أي تذكيرا لكل عبد منيب، والمنيب هو التائب الذي ينوب إلى الله سبحانه وتعالى فيرجع إليه ويعبده. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فبين أن الأولى أن ينظروا إلى هذه الأرض نظرة إلى هذه السماء وإلى هذه الأرض نظرة تفكر، وأن يتعجبوا في صنع الله سبحانه وتعالى. ولا يكذب الرسل فهم صادقون فيما أتوا به عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى يختار من شاء من عباده. بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى سنواصل إن شاء الله تعالى الفقرة الثانية. أنزلنا من السماء ماء مباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى الفقرة الثانية من هذه الحلقة. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وأنزلنا من السماء ماء مباركا، أي كثير البركة. وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، فلا أحد من عباده يستطيع ذلك. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالله سبحانه وتعالى ينبت لعباده الجنان من هذا الماء وحب الحصيد. الحصيد أي المحصود، قيل هو من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولهم المسجد الجامع وربيع الأول، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه حب الحصيد. والنخل باسقات، نخل باسقات أي طوال، فالبواسق هي النخل ذات الطول. النخل باسقات لها طلع، والطلع هو أول ما يبدأ من التمر، أول ما يظهر من التمر. النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي هذا رزقا رزقه الله سبحانه وتعالى لعباده. وأحيينا به بلدة ميتة، أي أن هذا الماء يحيي الأرض الميتة، فالأرض تكون ميتة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فيأتي المطر فتنبت وتحيا كذلك الخروج.
كذلك الخروج، أي أن الله سبحانه وتعالى كما أنه ينزل المطر فتحيا به الأرض الميتة، فكذلك يحيي البشر بعد موتهم فيخرجون إلى الله سبحانه وتعالى، يخرجون إلى المحشر، كذلك الخروج. فالذين يكذبون في البعث أفلم ينظروا إلى هذه الأرض الميتة كيف أحياها الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت ميتة؟ فضرب لهم هذا المثل ليقرب لهم، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فكما أنه يحيي الأرض الميتة فكذلك يخرج الموتى بعد أن أكلتهم الأرض وبعد أن بليت عظامهم وتفرقت جسومهم وتفرقت شعورهم، كذلك الخروج. ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الملأ من قريش إن كذبوه وردوا عليه ما جاء به من الرسالة فإنهم ليسوا بدعا من الأمم، بل فعلت أمم ذلك قبلهم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أي أن قريش إن كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه ما أتى به من الله، وكذلك كل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن غيرهم ومن أنكر البعث فليس هو أول من فعل ذلك. الله سبحانه وتعالى كما أخبر في الآية الأخرى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهو يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إن كذب فلا يتضايق من ذلك، فقد كذبت رسل من قبله كما في الآية الأخرى أن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كذبت قبلهم قوم نوح، فنوح كذبه قومه ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، فكل هؤلاء الأمم آتاهم الله من القوة والمكانة الشيء الكثير، لكنهم لم يستعملوها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله إليهم الرسل فكذبوه. عاد قالوا من أشد منا قوة، وخاطبهم نبيهم هود أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. لكنهم لم يلتفتوا إلى هذه المواعظ ولم يعتبروا فكذبوه وقالوا من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا كما بين في آيات أخرى، لما رأوه عارضا ممطرا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وكذلك ثمود كذبوا صالحا، تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. لكنهم لم يعتبروا بهذه المواعظ ولم يلتفتوا إليها. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، فرعون الذي طغى وتجبر فقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فكل هؤلاء الأمم كذبوا الرسل، كل كذب الرسل فحق وعيد، أي حق عليهم وعيد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن كذبه هؤلاء فليس هو أول رسول كذبه قومه. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول، عي بالأمر أي شق عليه، فهذا رد على الذين ينكرون البعث
أن الله سبحانه وتعالى لم يعي بالخلق الأول، أي خلق آدم من طين وخلق الناس من آدم ومن حواء، فهو لم يعي بالخلق الأول فكيف يعي بالنشأة الثانية؟ بل هم في لبس من خلق جديد، أي حيرة، لبس أي حيرة من خلق جديد. بل كذبوا بالحق لما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان، قيل الإنسان هنا بمعنى الناس، ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة هي ما يدور في النفس وهي الكلام النفسي، كما قال الأعشى تسمع للحلي وسواسا إذا انصرف كما استعان بريح عشرق زجل. وقيل أن الإنسان هنا هو آدم، فهو أبو البشرية، وما وسوست له بنفسه أي أكل الشجرة التي تاب منها إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو حبل متصل بالقلب، وهو عرق متصل بالقلب والوريد، فهما قيل عرقان متصلان بالقلب، وقيل من الترقوة. وبين سبحانه وتعالى أنه أقرب إلى عباده من حبل الوريد، وذلك أن أجزاء الإنسان يحجب بعضها بعضا، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، إذ يتلقى المتلقيان وهما الملكان الموكلان بكتابة أعمال الإنسان، الله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان ملكين يكتبان جميع أعماله، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذفت قعيد الأولى ودلت عليها الثانية، كما قال سيبويه على حد قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف، أي نحن راضون بما عندنا وأنت راض بما عندك، وأنت بما عندك راض. وقال غيره: لا، وعن اليمين وعن لا حذف، وإنما قعيد تخبر عن المفرد وعن المثنى وعن الجمع، فعيل تخبر عن المفرد وعن المثنى وعن الجمع، كما قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. وكذلك قال سبحانه وتعالى: إنا رسول ربك، ولم يقل رسولا، فإن فعيلا وفعولا يخبران عن المفرد والجمع والتثنية. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ما يلفظ أي ما يتكلم من لفظة الرحى الدقيقة إذا رمت به من داخل إلى خارج، ورمت لفظة الدابة الحشيشة إذا تركته، ما يلفظ أي ما ينطق وما يتكلم، فإن الإنسان لا ينطق نطقا إلا كتبه الملكان. قال بعض العلم: يكتبان كل شيء، حتى الأنين وحتى الكلام الذي لا فائدة فيه. وقيل: ثم يمحى بعد ذلك ما كان منه لا يتعلق به حكم كأقعود وامشي وغير ذلك، وأما ما سوى ذلك فإنه يثبت. فقد وكل الله سبحانه وتعالى بالإنسان ملكين يكتبان جميع أعماله وجميع تصرفاته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يوم القيامة يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. وسيتذكر شخص ويقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا.
أي أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وإنما وكل لا يظلم أحدا من عباده، وقد وكل بكل إنسان ملكين يكتبان جميع تصرفاته. إلى هنا نتوقف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.